صادف مطلع السنة الهجرية، فبارك الله لأمة الإسلامية بهذه السنة الجديدة. نسأل الله تعالى أن يجعلها سنة فتح ونصر وتمكين لعباده المؤمنين. أيها الأحباب الكرام، كنوقفوا هذا النهار هذا مساندة ووقوفا إلى جانب إخواننا وأخواتنا في قطاع غزة اللي تعرضوا لأبشعي هجوم من طرف الكيان الصهيوني، أذله الله وأخزاه الله وعجل بزواله إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، فهذه الوقفة هذه ما ننساوش أننا في رحمة الإخوان ديالنا الشهداء في جميع أنحاء العالم، إخوان ديالنا في غزة، باقي فلسطين، إخوان ديالنا في سوريا، شهداء تونس، شهداء مصر، شهداء ليبيا، وباقي شهداء المغرب، شهداء الربيع العربي جميعا، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في جناته وأن يلحقهم بالشهيد الشهداء سيدنا حمزة، آمين آمين. أيها الأحباب الكرام، كنوقفوا هذه الوقفة هذه، هذا يوم المبارك السعيد، والوقفة ديالنا ماشي انفعال، هي تفاعل. كيفاش غنكونوا تفاعل ماشي انفعال؟ انفعال هي نعملوا هاد الشعار باش نشوفوا بحال كل واحد يمشي لدارو، باش يكون تفاعل هي اننا نفكروا كيفاش نحيوا هذا الامر هذا، كيفاش نبلغوا للامه ونحيوا فيها معاني الشهاده، كيفاش نحيوا الامه معاني الموت في سبيل الله، كيفاش نحيوا الامه المعاني ديال الدفاع عن الارض وعن الوطن وعن الاسلام وعن الاسلام وعن مقدساتنا الخالده. ايها الاحباب الكرام، سنستمر ان شاء الله في الشعارات بعد هذه الكلمه، غير نوقف الاول باش نخبروا الناس علاش واقفين بالضبط، ثم الاخوان ديال الشعارات يكملوا. استغفر الله العظيم.